الحمد لله يا رب خديت فرصتي في المنتخب ووريت لي انا معناها جسوي كابابل جوي كيب ناسيونال ترجي انا راني موجود فهمتني وقدم شكر كبير للسرياد اللي يعطي الصحه انا اعطاني فرصتي وعطاني الثقه فيا ونهدي ذي لامي وبابا والاحبابي والناس كل هاي جينيراسيون جديده صحيح طالعه كلها صغار ديجون معناها ملاعبيه هك تشوف معناها كهو معناها وقت تو وقت ما عادش وقت عمر في ليكيب ناسيونال الناس كل ما بعضها تخدم هذا فلان عمره 16 هذا 17 اللي كابابل باش يلعب يلعب وهذيك هي كره اليد في تونس ماشيه وتتحسن هاك تشوف معناها وان شاء الله بقدره ربي ما زلنا نخدموا على رواحنا وفما مزيد من مزيد من التعلق والله يا حمدول فرحت برشا كي نلقى روحي مع الجروب هذا مزيان جروب سوليدير عملنا اللي علينا في الدو ماتش هذوما مازلنا ماتش وحيد نطبقوا اللي يقولون عليه لونترينور وان شاء الله ربي معنا والله ما قدش مشكله حتى بريسك الاولاد كل اصحابي سواء يلعبوا معايا في جمعيات سواء لعبت معاهم في الكاتيجوري الاخرين كادي جونيور كيب ناسيونال سينو اصحابي بريسك ناس الكل ديريكت خلف الجروب شكون جوست يمركي كيما نقولوا احنا بريزونس نتاعو اي واحد يحب يفك بلاصته ويوري هو القادر على البقعه دي بلاصه في ليكيب ناسيونال مش سهله ان شاء الله واحد يخدم على روحه ويكون في الجروب هذا عنده قيمه ان شاء الله.